اهلا وسهلا بكم في فتره جديده نحلل ونغطي فيها ابرز واخر التطورات في مصر اولا باول. والبدايه مع دعوه ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب للاحتشاد يومي الجمعة والسبت في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامي رابعة والنهضة. التحالف دعا أيضا لاستمرار التظاهر طوال أيام الأسبوع تحت عنوان الوفاء لدماء الشهداء. أيضا دعت ما تسمى بحركة شباب ضد الانقلاب، إحدى الحركات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، بالحي العاشر للاحتشاد بميدان رابعة العدوية على أن يؤدي المشاركون صلاة الجمعة في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، ثم يتوجهوا إلى ميدان رابعة العدوية. تنطلق هذه المسيرات من مساجد السلام بالحي العاشر وبمدينة نصر والإيمان بمكرم عبيد والعزيز بالله بالزيتون ويوسف الصحابي بميدان الحجاز والاستقامة بالجيزة ومصطفى محمود بالمهندسين وأسد ابن الفرات بالدقي وخاتم المرسلين بالعمرانية والصباح بالهرم. أما في الإسكندرية فتنطلق مسيرات مشابهة من مسجد سيدي بشر والقائد إبراهيم والتوحيد بحي النور، وفي الشرقية ينظم الإخوان مظاهرات بمراكز المحافظة عقب صلاة الجمعة، من أهمها تظاهرة تخرج من مسجد الفتح بالزقازيق القريب من منزل الرئيس المعزول محمد مرسي. معي على الهاتف الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن. أهلا وسهلا بك دكتور عمار. أهلا وسهلا دكتور عمار. كيف ترى قوة الحشود في مظاهرات مؤيدي المعزول؟ يعني حتى لفظ الأمر كلمة مسيرة كلمة تعني أمرين، تعني الحشد الكثيف وتعني نبل المقصد ونبل الغاية والهدف. هناك فجوة دائما بين المعلن أو بين الرغبة لدى الإخوان وبين القدرة على تحقيق هذه الرغبة. هذه الفجوة تتسع بمرور الأيام ورأيناها في الجمعة الفائتة. يعني كثيرا ما يقال إن أهدافنا هي، ثم تسرد مجموعة من الأهداف أو حزمة من الأهداف أكبر بكثير من طاقة الجماعة ومن قدرتها على تحقيقها. سواء كانت هذه الأهداف هي أهداف يعني يتم تحقيقها أو الوسيلة إليها من خلال العنف كما تحدثوا عن شل الدولة وقطع الطرق ومهاجمة المؤسسات ومحاصرتها، أو كانت هذه الأهداف الوسيلة إليها سلمية من خلال الحديث عن مظاهرات أو مسيرات أو حشود هائلة أو ملايين من الناس سينزلون إلى الشارع، إلى درجة أنهم بالأمس يتحدثون عن 52 مليون مصري سيكونون في الشوارع، وأنا لا أتصور أن هذا الكلام سيكون صحيحا. طب ما هو الأمل دكتور عمار الذي يتعلق بهؤلاء المتظاهرون؟ يعني أيا كان عددهم، إيه الأمل اللي هم متعلقين به؟ يا سيدي، وفق أنا اليوم كاتب مقالة في المصر اليوم عنوانها نظرية الثورة المصرية. عن مراحل تطور الثورة المصرية منذ فترة التخمر التي سبقت 25 يناير وحتى هذه اللحظة. هناك خمس مراحل، أهم مرحلة فيها حين تلتئم القاعدة الشعبية مع الطليعة الثورية أيا كانت اتجاهات هذه الطليعة. طالما أن الشعب عازف عن الانضمام إلى أي طرف من الأطراف السياسية الموجودة في الساحة، فتأكد أن هذا الطرف ليس بوسعه أن يحقق أهدافه على الإطلاق. الشعب حين انضم إلى الطليعة الثورية في 25 يناير انضم عليها تحديدا يوم 28 يناير، تمكنت من أن تحقق هدفها بإسقاط مبارك. حين انضم الشعب عبر صناديق الانتخاب إلى جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوصلها إلى الحكم وإلى السلطة وجعلها تربح الثورة كاملة وتستبعد الأطراف الأخرى. حين غضب عليها ووجدها أنها تنحرف عن مسار الثورة وعن أهداف الشعب وتعرض الدولة للخطر نزل فأسقطها. الآن هو عازف عن الالتئام معها، ومن ثم ليس بوسعها أن تحقق أهدافها طالما أن الشعب بعيد عنها. الشعب الآن على ما يبدو قد اختار طريق
طريق المجموعة الجديدة التي سينحاز إليها من نعم. خلال الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء على الدستور، بالضبط بالضبط كما انحاز إلى الإخوان والسلفيين في 19 مارس وفي انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة. الآن هو يغير الوجه ويعدل الدفة في طريق جديد من خلال احتشاد عبر صناديق الانتخاب. أتصور نعم. أن الأمر سيسير على هذا النحو، وأن الإخوان طالما أن الشعب لن يستجيب لنداءاتهم فلن يستطيعوا بمفردهم وبأعدادهم القليلة أن يحققوا أهدافهم على الإطلاق. طب هل تتوقع وقوع أي أعمال عنف النهاردة يا دكتور عمار؟ هذا وارد غالب، يعني في غالب ما الذي يجعل العنف يحدث؟ ليس لأن هناك أشخاص بطبيعتهم يميلون إلى العنف، طبعا بالقطع هناك كذلك لكن ليس الكل، لكن دائما حين يعني يضع الإنسان أهداف، ودي مسألة نفسية، أهداف أكبر من طاقته، ويمر الوقت دون أن يصل إلى هذه الأهداف، نعم، فبالقطع سيتحول إلى عمل عنيف، وهذا ما يجري إن لم يكن هناك رغبة أو هناك تصور أو هناك خطة ضمن إنهاك الدولة المصرية، ليس فقط بالعمليات الإرهابية إنما أيضا بالعنف. وأعتقد أن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بالأمس ربما ينعش بعض أوصال الإخوان الذين يريدون أن يصوروا للعالم وهما أن ما يجري في مصر وانقسام تام بين نصف الشعب المصري ونصف الشعب المصري، والأمر ليس كذلك في الحقيقة، وإلا كنا رأيناه مترجما في الشارع طيلة الأسابيع الماضية. على كل حال، على ذكر الاتحاد الأوروبي دكتور عمار، الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني كان له مقطع فيديو تم بثه بالأمس على الإنترنت، دعا فيه الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بعدم السكوت عما يحدث في مصر، وأيضا دعا للخروج في هذه التظاهرات. ابقى حضرتك معنا، خلينا نستمع لجزء منه وبعدين أطلب من حضرتك التعليق بعد الفيديو. رحيم، أيها المصريون، أيها الشعب المصري العظيم، أحيي صمودكم وثباتكم وتضحياتكم، أحيي أمهات الشهداء وأسرهم، أحيي جراحات المصابين، وأدعو الله لهم بالشفاء العاجل. ها نحن نواصل ثورتنا العظيمة، وتستمر مسيرتنا من أجل الحرية والكرامة والعدل والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة الحرة، من أجل وطن مستقل يستطيع أن يتخذ قراره بنفسه وبإرادة شعبه. إننا على موعد في هذه الأيام يومي الجمعة والسبت وما بعدها في نداء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، من أجل أن نكون أوفياء للشهداء. إن الله سبحانه وتعالى يتخذ منا شهداء يرفعهم إلى أعلى عليين ويبقينا نحن شهداء، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن أيضا شهداء بأننا لن نتنازل عن حقوقنا، ولن نستسلم لقوة غاشمة أو لبطش باطش أو لأمنية وعقلية أمنية باطشة لا تعرف إلا لغة الرصاص والدم والاعتقال والتعسف. دكتور عمار علي حسن، ما تعليقك على هذا المقطع الصوتي للقيادي الإخواني دكتور عصام العريان؟ عصام يستعمل القرآن في غير موضعه في تجارة جديدة بالدين، وأتذكر في هذا المقام المحاورة التي قمت بها على قناة الجزيرة معه أيام أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011، يومها كنت أطالب بمحاكمة المشير طنطاوي كما حكمنا حسني مبارك على قتل الثوار، وكان هو غاضب من هذا الخطاب ويتحدث عن أن الجيش حمى الثورة وأن الجيش وقف إلى جانب الثورة، ونحن لم ننكر ذلك، لكننا كنا نقول أن المجلس العسكري يخطئ لكن لا مساس بالجيش. مرت الأيام وجدنا الدكتور عصام العريان يناقض نفسه ويتحدث عن الجيش كله ويريد لهذا الجيش أن يتمرد وأن ينقسم وللدولة أن تنهار، وفي قفزة على الخطاب، وأنا عايز الناس ترجع لما كان يردده الإخوان في ميدان التحرير وأنصارهم حين كانوا يقول: يا مشير يا مشير احنا رجالك في التحرير، أو يا مشير أنت الأمير.
وكانوا مع الجيش مع المجلس العسكري حتى. كيف تقارن بقى بين هذا وبين خطابه في هذا المقطع الصوتي المتعلق بالجيش؟ نعم طبعا في تناقض تام في ذلك الموقف. نحن لم نغير مواقفنا، نحن كنا ضد إدارة المجلس العسكري للبلاد، وكنا نحذر من أن إنشاء أحزاب على أساس ديني وعن تسليم الحكم للإخوان وخطروا على الدولة المصرية وعدم الدخول في مسار الدستور أولا. وثبت مع الأيام أن هذا القول كان صحيحا جملة وتفصيلا. هم الذين تناقضوا مع أنفسهم رغم أن حسني مبارك سلم الحكم للمجلس العسكري كاملا، لم يروا أن هذا انقلابا على الإطلاق، ووقفوا إلى جانبه وساندوه، وتحدث القرضاوي ومن على شاكلته وعن الجيش العظيم. طيب دكتور عمار، كيف تعلق على الجزء الخاص بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتدخل وعدم السكوت عما يحدث في مصر على حد تعبير عصام العريان؟ هو ده المدخل أن أنت لا تقر بما جرى باعتباره ثورة، ومن ثم تستغل بيان الاتحاد الأوروبي وتدعوه للتدخل. هذا وهم أيضا جديد. هم ظنوا أيام ربع أن الأمريكان سيتدخلوا لصالحهم ويعيدوا محمد مرسي إلى الحكم، فلم يحدث ذلك. البرلمان الأوروبي كان في أجازة طيلة الأسابيع الفائتة، هذه أول مرة يلتئم بعد العودة من الأجازة، ومن ثم كان عليه أن يقول قولا فيما جرى في مصر. هو رغم توصيفه لما جرى بأنه انقلاب، لكنه لم يتحدث عن عودة محمد مرسي إلى الحكم، إنما يريد للدولة المصرية أن تخرج مما يسميه هو انقلاب، نسميه نحن استكمالا للثورة بالقطع أو ثورة كاملة، للالتزام بخريطة الطريق، بمعنى إجراء استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية وانتخابات تشريعية. طب دكتور عمار، يعني ما الذي يأمل فيه الدكتور عصام العريان حينما يقول نطالب الاتحاد الأوروبي بعدم السكوت عما يحدث في مصر؟ يعني مش هيسكت هيعمل إيه؟ يعني إيه المتوقع؟ ولا شيء يا سيدي. هو عصام العريان أساسا يريد أن ينفخ في أوصال أنصاره، يريد أن يعطيهم أي جرعة من الأمل، وهي في الحقيقة جرعة من الوهم، مثلما أوهموهم في ميدان ربع وحشدوا الناس وقالوا لهم الرئيس سيصلي معنا ويفطر معنا بعد غد، الرئيس سيعود إلى الحكم بعد 18 يوم على غرار تجربة مبارك، وهكذا عاش الناس في وهم، فهو يعيش في هذا الوهم أو هذا الحلم ولا يريد أن يفيق منه. في الحقيقة البرلمان الأوروبي لن يفعل شيئا على الإطلاق، وزراء الخارجية الأوروبيين اجتمعوا وأعطوا القرارات. البرلمان الأوروبي بعد أجازة يقول رأيه في قضايا عديدة في العالم، لكن الدكتور عصام العريان لو قرأ خطاب أشتون أمام الاتحاد الأوروبي وكيف حملت بشدة على محمد مرسي وتعنته وعدم فهمه للأمور واختزاله للديمقراطية في صندوق انتخاب وحديثه الدائم على أنه الرئيس الشرعي دون أن يعرف أن هذه الشرعية مشروطة باحترام القانون، لعرف أن الاتحاد الأوروبي إنما يسدد خانات لكنه لن يتحرك أبعد مما قرره وزراء الخارجية الأوروبيين، وهو لم يكن بالشيء الكثير. كل ما يريده الولايات المتحدة الآن أو أوروبا أن مصر تمضي في خريطة الطريق بأسرع ما يكون، وأن يكون لدينا برلمان ورئيس مدني منتخب بعد فترة وجيزة. شكرا، شكرا جزيلا الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي على هذا التحليل. في نفس الوقت الذي يوجه فيه ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الدعوة للاحتشاد خلال هذا الأسبوع، وبالتحديد يومي الجمعة والسبت، تقوم قوات الجيش والشرطة بتكثيف انتشارها على مداخل القاهرة والجيزة استعدادا لهذه المظاهرات، وأغلقت قوات الجيش الشوارع والمحاور المرورية المؤدية لميدان رابعة العدوية. أيضا نشرت 12 آلية عسكرية ومدرعة بطريقي النصر وشارع الطيران بمحيط الميدان، كما أغلقت محيط بوابة دار الحرس الجمهوري بالأسلاك الشائكة، وتمركزت 5 مدرعات للجيش بشارع الخليفة المأمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع. كذلك تمركزت 6 آليات عسكرية بشارع المرغني، وتم وضع حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي الشارع، كما تم تكثيف التواجد الأمني بميدان التحرير. للوقوف على مزيد من الفهم لهذه الخطة الأمنية معنا على الهاتف اللواء رشيد بركة الخبير الأمني. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء.
أهلا بك يا فندم. يعني حينما نرى هذا التكثيف الأمني وحينما نسمع تحذيرات مشددة للالتزام بحظر التجوال، نندهش حينما نرى مسيرات ومظاهرات للإخوان المسلمين تجري في الليل بعد ساعات الحظر ولا يتم التعرض لها، كيف تفسر ذلك؟ طبعا هو ده شيء متوقع منهم، الإثبات الذات وأن هم لسه موجودين على الساحة وأن هم مش هممهم الكلام ده، لكن هم خلاص يعني في النهاية لازم يعملوا كده. لكن أحب أطمن سيادتك أن في تنسيق تام وتعاون وتنظيم تعاون بين القوات المسلحة وبين الشرطة في كافة المجالات، في تأمين المنشآت الهامة والعسكرية والشرطية والكنائس، وفي السيطرة على الجميع الأكسس المحاور المؤدية إلى الميادين اللي سيادتك أشرت إليها، وفي خطط تأمينية موضوعة لها، ومن خلال برضو نشر الأكمنة والتمركزات الثابتة ومتحركة والمرورات الميدانية، بحيث ممكن سرعة التعامل والتدخل إذا حصل أي إخلال بالأمن. لكن ده متوقع منهم سيادة. لكن هل بتتوقع أي صدام بين هذه المسيرات وقوات الأمن المتواجدة في هذه المناطق، ولا حينما تعلم جماعة الإخوان المسلمين أو الداعين لهذه المظاهرات أنه المكان الفلاني مؤمن أو مقطوع فبيتجنبوه بيذهبوا لمكان آخر؟ لا، هم سيادتك طبعا أنا قلت برضه محاولة إثبات الذات، هم لسه موجودين على الساحة، فممكن يتحرش بالقوات أو يحاول أن هو يعني يحاول أن هو يتعامل معاها ويشوف رد فعلها إيه، لكن هو يعلم تماما ان القوات دي قويه وقادره على ردع واجهاض اي عمل مضبوط، خاصه بعد الاعمال العنف والارهاب اللي ارتكبوها في بالتنسيق مع القاعده في الايام الاخيره، اخرها في رفح ومحاولة الاعتداء على موقف استاد وزير الداخليه. نعم. انا بشكرك جدا سياده اللواء رشيد بركه الخبير الامني، وانتقل الان الى الاسكندريه. كنا قد اشرنا انه دعوه ما يسمى بتحالف دعم الشرعيه لمسيرات سوف تنطلق من مسجد سيدي بشر وقائد ابراهيم والتوحيد بحي الرمل، للوقوف ايضا على ملامح المشهد الان في الاسكندريه. معنا على الهاتف نسرين فؤاد مراسله سي بي سي. نسرين اهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. كيف تصفي المشهد في الإسكندرية الآن؟ هل بدأت المسيرات في الخروج بالفعل؟ بالفعل، يعني فور انتهاء المصلين من أداء صلاة الجمعة اليوم تحديدا أمام مسجد القائد إبراهيم الذي تواجدنا أمامه منذ الصباح، يعني بدأت اشتباكات محدودة، أستطيع أن أقول أنها محدودة بالفعل، لم تستمر سوى ثوان معدودة بين الطرفين، أدت الى فرار جانب الاخوان المسلمين من امام المسجد وذهابهم للاحتشاد او الخروج بشكل اكثر احتشادا من امام كوبري الجامعه بمنطقه الشطبي. بالفعل تواجه هناك المئات منهم، يعني المئات منهم يعني سيدات ورجال واطفال وشيوخ، يعني جميعهم يعني يحملون بعض اللافتات للرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات ايضا تنادي باختصاص للشهداء، وكنوع من التصعيد ايضا رفعوا عده لافتات مكتوب عليها يعني عصيان مدني يبدا من اليوم. لا نعرف ما ملامح هذا العصيان، ولكن هذا ما تم يعني نشره من خلال اللافتات التي يرفعونها. طبعا هذه المسيره كانت من ضمن مسيره من الثلاث مسيرات دعا اليها ما يدعى بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه بالمحافظه. كما ذكرت هناك ثلاث مسيرات سوف تخرج بالتزامن يعني عقب انتهاء صلاة الجمعة من مسجد سيدي بشر شرق الإسكندرية ومسجد التوحيد بمنطقة أبو سليمان أو الرمل ومسجد القائد إبراهيم. يعني هذه المسيرات تحديدا يعني هذا المشهد يتكرر لمدة ثلاثة أسابيع، نفس خط سير المسيرات السابقة يعني يتكرر، تخرج هذه المسيرات الثلاثة ومن المفترض أن تلتقي جميعها أعلى كوبري السلي، ولكن يعني كما لاحظنا في من خلال تغطياتنا بهذه الفترات الماضية لم تصل أي مسيرة من مسيرات الإخوان المسلمين إلى نقطة التلاقي وهي كوبري السلي نتيجة ملاحقة أهالي الإسكندرية لهم، ويعني العمل على تفريقهم ويعني إفشال جميع الفعاليات التي ينظمونها في المحافظة. بالتأكيد سنتابع معك هذه التطورات يا نسرين خلال اليوم. شكرا جزيلا نسرين فؤاد مراسلة سي بي سي من الإسكندرية. أنتقل إلى حلوان ومعي من هناك عوض الغنام مراسل سي بي سي. عوض أهلا بيك. أهلا بيك دكتور محمد، تفضل. كيف تصف المشهد في حلوان الآن؟
اليوم شهد مسجد المراغي الذي كثيرا ما يشهد خروج تظاهرات الإخوان مشهدا استنكره غالبية أهالي المنطقة الموجود بها المسجد، وذلك بعدما قاطع الإخوان إمام المسجد حينما تحدث عن ضرورة وقف الفتنة وتماسك الموقف الوطني في ظل الظروف الراهنة. فما كان من أتباع الإخوان إلا مقاطعة الإمام وأجبروه على الدخول في الصلاة مباشرة، وقبل أن ينتهي من الصلاة بدأت الهتافات بالترديد، يعني من نوعية يسكت يسكت حكم العسكر. دعني أشير دكتور محمد إلى أن تظاهرات اليوم هي التظاهرات الأولى في ظل تجديد حالة الشوارع لمدة شهرين، وأهم ملاحظاتي في هذه التظاهرات هو يعني هناك تراجع شديد في مطالب الإخوان المعروفة عقب ثورة يونيو. يعني يكفي أن أقول لك أن ذكر مرسي بات ضعيفا للغاية، بات قليلا للغاية في هتافاتهم. يعني الحديث عن الشرعية وضرورة عودة مرسي مرة أخرى أنا يعني رصدتها كانت ضعيفة بشدة. حتى الصور يعني صور مرسي موجودة ولكن قليلة للغاية. هناك صور بديلة بدأت تستجد حتى في اللوحات التي ترفع من نوعية مثلا طلاب ضد الانقلاب، الإشارة الشهيرة برابعة. وفي ذلك يعني ضرورة يعني وفي ذلك دلالة ربما على أنهم باتوا على يقين أن مرسي من المستحيلات أمر يعني عودته مرة أخرى بعدما عزل في ثورة الشعبية، فاستبدلوا هذه الهتافات بأخرى من نوعية الإفراج عن المعتقلين وضرورة مشاركته في الحياة السياسية. وأعتقد في ذلك أنهم يراهنون على أن هذه المظاهرات ربما تحقق لهم بعض المكاسب السياسيه. نعم. في ظل ما يعني في ظل يعني تسريب بعض الاخبار عن ان هناك بعض الاطراف المحسوبه على الاخوان تجري بعض الحوارات او الاتصالات. نعم. مع السلطه الحاكمه الان. نعم، انا بشكرك جدا عوض الغنام زميلنا مراسل سي بي سي من حلوان على هذه المعلومات، وبالتاكيد هنتابع برضو معاك اولا باول التطورات. انتقل الى الوضع في سيناء. اليوم بتشهد منطقة جنوب الشيخ زويد حملة مداهمات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة، وقال شهود عيان إن عمليات القصف من طائرات الأباتشي تستهدف البؤر الإجرامية، كما يتم تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل بمناطق الجورة وأبو الملاحيش لملاحقة العناصر المسلحة. ننتقل إلى ملف آخر مهم، هو ملف التحقيقات والمحاكمات لقضايا لرموز جماعة الإخوان المسلمين، حيث قرر اليوم المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، قرر تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. أيضا قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطاطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 30 يوما أيضا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليه أو إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. إذن كانت هذه أهم الأخبار حتى الساعة. بعد الفاصل سنتابع المزيد من التطورات ونحلل المزيد من الأخبار من خلال فقرة الصحافة بعد الفاصل.